أبو حيدر تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أحاول ما أطيل عليكم السؤال. أنا حالتي المادية بسيطة جدا يعني. حالتي المادية بسيطة، إيه؟ ودائما يجوني مثلا ضيوف لكن فترات قليلة، وأحب إنه آخذ الضيف، لكن زوجتي ضايقت هاي الحالة. ولحد ما يصير مشاكل يعني بينما إحنا بشروط عقد الزواج كان من ضمن الشروط إنه أنت خدمة زوجك. يعني هسه من ضمن خدمتي انا ارغب انه من يجيني ضيف اهتم بيه جدا، يعني احب هذا الشيء. يعني اهلك تتذمر من الضيوف لانه وضعكم المادي لو هي تعبت من الضيوف. اثنين بس هي ما تعبت الفترة قليلة، يعني فترة مثلا اذا شهر واحد اثنين، يعني هي مو يومية، ما عندي يومية يعني. بس علاقات احباء او واحد يعمل يعني عامل مثلا او شيء يحتاج عمل احنا فلاني، هي تطلع 100,000 عذر. يعني مرة تعبت، مرة حالتنا المادية تعبانة وانت تجيب ضيف مرة. صحيح صحيح. بس انا من ضمن شروط العقد وانا رغبتي. انت قايل يعني رغبتي انه هو ضيف، فكان من ضمن خدمتي رغبتي انه تخدمين ضيفي. انت قايل لها من البداية وهي قالت ما يخالف، يعني اشترطت عليها؟ لا مش شرط مو ضيف، انه الشرط خدمة زوجها كانت عنا من خدمة زوجها. هي تخدمك بس انه ضيوفك شلون؟ مولاي ان شاء الله اجاوب. أجابك حبيبي أبو حيدر، أجابك، حياكم الله. يقول أبو حيدر حالتي المادية بسيطة ولكن أنا أحب الضيوف وأهلي تتذمر، أهلي تتعب. أخي الكريم، أخي الكريم، الزوجة اللي تتحمل الضيوف هذه زوجة لازم واحد وين يخليها؟ على الرأس، لأن تسوي الشيء اللي هي مو واجب عليها. الزوجة اللي تتحمل الضيوف وتتعامل مع الضيوف وتتعب في هذه المرأة واقعا لازم نشكر من عندها ونخليها على راسنا ونشكرها شكرا جزيلا، لان جت تسوي شيء مو واجب عليها، جزاها الله خير. اما الزوجة اللي ما تتحمل هذا لا يعني انه مو خوش مرة، مو يعني انه كخة وبرة، لا لا لا، لا كخة ولا برة. ما تقدر تقول بابا انا ما اقدر. فهنا ما نقدر نجبرها يا ابو حيدر حبيبي، ما نقدر نجبرها. نعم انت حاول شنو تسايسها، جيب لها هدية وما ادري تريحها، توديها ما ادري مكان، توديها للسوق تشتري الحاجة. انت شوي لازم تسايس، يعني تنطيها وتريحها وما ادري تسوي لها قضايا تشجيعية حتى لما يجي الضيف شنو عندها حسب تعبيرنا عندها طاقة وتريد ترد جميلك. اما كله لازم تسوين لازم تسوين كذا، هذا مو صحيح، هذا ليس صحيحا. على حال الزوجة إن شاء الله تعالى تتحمل خدمة